احنا جوه يا حسن؟ اه احنا لايف دلوقتي، ممكن نبدأ. اوكي طيب، مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين. مبسوط اني موجود معاكم اهو للسنة الرابعة في استوديو 34 ديزاين سامر سكول. النهاردة عندنا محاضرة بعنوان Sneak Peek of Multiple Design Stories Number 2 The Quiet Triumph of Persistence. احنا كنا عملنا قبل كده من سنتين محاضرة بعنوان Design Stories Number 1، وكنا بنتكلم فيها على فكرة الديزاين والابروتشز بتاعة الديزاينر لما بيجي له اي ديزاين. السنه دي هنعمل كده برضو، وانا عامل حسابي برضو ان الناس اللي معانا السنه دي ما كانوش سمعوا المحاضرات اللي فاتت. اي محاضره من المحاضرات اللي انتوا عايزين تسمعوها من اللي انا عملتها هتلاقوها موجوده على يوتيوب، على الشانل بتاع استوديو 34، هتلاقوا السات كلها موجوده. في البدايه حابب اعرفكم بنفسي للي ما يعرفنيش، انا اسمي حسن فكري، أركيتكت وانتيرير ديزاينر مصري، خريج هندسة القاهرة عمارة 2003، ومؤسس شركة اسمها دابس ايجيبت اللي هي ديزاين اند بيلد سيرفيسز. المحاضرة النهاردة زي ما قلت بعنوان مالتيبل ديزاين ستوريز، واحنا في الماتيريال اند فاين فينيشز تراك. طيب بنتكلم عن ايه النهاردة؟ النهاردة هكلمكم على تو ستوريز كده لزاز، مشروع معمول في سويسرا، واخترت ان انا يبقى مشروع خارج مصر لسبب انه اوريكم برضو لما بيجي لنا مشروع بكونسترينز مختلفه، ببردنز مختلفه، بطلبات مختلفه، بكلاينتيل المايند سيت بتاعته مختلفه، ممكن احنا نعملها ازاي. وهربط طبعا كل الشرح بتاعي دايما بالماتيريال والفينشز، لان هو ده الكور اللي انا عايز اشتغل عليه النهارده. والمشروع التاني هو كوفي براند، اتس لوكال كوفي براند، اخترت برضو ان انا احطه عشان يبقى جمعنا ما بين حاجه ريزيدنشال وحاجه كوميرشال. طيب في البدايه لازم احط الصفحتين دول، يعني لو فتحت كل المحاضرات هتلاقوا دايما تو بيجز، التو بيجز دول لازم ابتدي فيهم، لان التو بيجز دول بيمثلوا الفاندمنتالز بتاعت السايكل اوف ديزاين او السايكل اوف بروجكت. فاول واحده هي الديزاين سايكل اللي هي الديزاين بروسيس فروم كونسبت تيل هاند اوفر. طيب الديزاين سايكل هنا بتكلم على اي ديزاين سايكل، لو واحد اركيتكت، لو واحد انتيرير ديزاينر، لو واحد برودكت ديزاينر، اي حد بيشتغل في مهنه التصميم لازم هيعدي بالمرحله دي اللي هي مرحله ايه؟ نمبر 1 ديفاين ذا كيس، ايه الكيس اللي موجوده عندي؟ ايه الحاجه اللي انا هعمل لها ديزاين؟ ايه الحاجه اللي انا عندي فيها مشكله وهعمل لها سوليوشن؟ لان الديزاين دايما هو فكره البحث عن
الحلول للمشاكل القائمة أو للطلبات القائمة اللي هي بين قوسين تمثل مشاكل. الحاجة الثانية الداتا بريفنج، إن أنا إزاي بكولكت الطلبات بتاعة المنتج بتاعي أو بتاعة البروجكت بتاعي، وأبتدي أحط البريف ده أكنه زي بولت بوينتس أو هيدلاينز، عشان بناءً عليها أقدر إن أنا أحل المشكلة بتاعتي أو الفكرة التصميمية. ثم بعمل الكرييشن أو الايديا بتاعتي، ان انا بفكر بقى في الكونسبت وابتدي اكريت بقى الديزاين. لو انا راجل بعمل برودكت ديزاين، هبتدي بقى اعمل كرييشن للبرودكت بتاعي، سواء بقى كان منتج حاجه فيزيكال او منتج ليه علاقه بديسيبلينز كتيره. وتاني خطوه بعد الكرييشن الديفلوبمنت، انا عملت المنتج بتاعي، عملت له كرييت، فرجته للكلاينت، الكلاينت حط لي شويه نقط، عملت لها ديفلوبمنت. او حتى قبل ما افرج الكلاينت انا بديفلوب الاول اكوردنج، لان انا عملت كونسبت بس حاسس ان انا لما اجي بقى احط المنتج بتاعي ده، يعني لو مثلا بنتكلم تصميم معماري مثلا، فالمنتج بتاعي ده عباره عن فور اكزامبل فيلا فساد اركيتكتشر، فبشوف ايه النواقص اللي بعد ما انا طلعت الكونسبت وعملت بقى الستاديز بتاعتي الانفايرمنتال والاورينتيشن بتاع المبنى والاكسسبيلتيز، كل بقى شويه بحط وات اف كويستشن وات اف. فوات اف كويستشن وداني ان في شويه حاجات محتاجه انه اعمل لها ديفلوبمنت، وبالتالي رحنا للنقطه الثانيه اللي هي فكره الـ التطوير. بعد كده بسمع بقى الفيدباك من الكلاينت بتاعي او من العميل بتاعي، بيقول لي بقى لا والله المنتج حلو جدا وتسلم ايديك، بس انا كان نفسي اغير حاجه في اللون، حاجه في الاورينتيشن، حاجه في الفانكشن، حاجه. ده الفيدباك. اروح انا عامل ايه بقى؟ عامل امبروفمنت وريفاين. امبروفمنت للمنتج اللي طلع، وريفاينمنت يعني بزود شويه حاجات تو ثري او تخلي المنتج بتاعي مقبول او الصيغه بتاعته قابله للتنفيذ الفعلي. بعد كده بروح للامبلمنتيشن اللي هو تنفيذ الفكره، وبالتالي يجي معاها ما يطلق عليه كلمه تيستينج اللي هي فكره التجربه. واخر حاجه معايا انه بيحصل فكره البرودكشن بقى، الماس برودكشن، ان انا المنتج بتاعي مر بقى بكل المراحل، فبقى عندي منتج عباره عن اي حاجه، اي برودكت، عندي ازازه ميه معدنيه، خلاص خلصت كل حاجه من البراندنج، من اتبقى عندي المنتج ده، بعمله ماس برودكشن عشان ينزل الماركت او عشان يبقى بيفولفيل الطلبات بتاعتي. يبقى ده كده احنا هنا اتكلمنا على الديزاين سايكل، فروم ديفينيشن او ديفايننج الكيس بتاعتي هي ايه لحد البرودكشن. ده بالنسبه للديزاين. طب ما تيجي نطبق ده شويه على بروجكت. تعالوا بقى نروح كده، لو هناخد البروجكت سايكل بتاعتي، وهنا بقى بنتكلم على البروجكت، ان انا عندي architectural او interior project. فبيبقى عندي ايه؟ عندي حاجه من الاثنين، الاس بيلت لو مبنى قائم وانا بعمل له interior design، او لو مبنى جاي لي from scratch فالاس بيلت عندي عباره عن ارض فاضيه وانا ببتدي احط فيها المنتج بتاعي الاركيتكتشر وابتدي اعمل له الحلول. نروح بقى لنفس الكلام اللي كنا بنتكلم فيه على الديزاين سايكل اللي هي الكلاينت بريفنج. انا في البروجكت لازم احاضر مع الكلاينت بتاعي واقول له انت عايز ايه والطلبات بتاعتك ايه. ومعلش هقف بقى في الحته دي شويه. وانتوا في الجامعه كان الكلاينت بتاعكم هو الدكتور او هما الستاف اللي بيدوكوا البروجكت والريكويرمنت، وهما دول اللي انتوا بتحاولوا تفهموا هما عايزين ايه عشان تنفذوا. انما في السوق الحقيقي الكلاينت مش هيبقى زي الدكتور، هيقول لك الريكويرمنتس كلها، انت لازم تدعبس وراه شويه، تحاول تجيب منه المعلومه، تحاول تفهم هو عايز ايه. ودايما انا كنت بقول، يعني لو رجعت للمحاضرات القديمه هتلاقوني بتكلم ان احنا دايما بنبقى عاملين زي السايكايتريست، انا بحاول ادخل اخد داتا از ماتش از يو كان. اشطر واحد فينا هو اكتر واحد بياخد داتا مظبوط، وكلمه اشطر واحد فينا يعني معناها اكتر واحد بيعرف يقدم البرودكت للكلاينت بموديفيكيشنز قليله، فده معناه ان هو درس كتير قوي المايند سيت والمنتاليتي بتاعت الكلاينت بتاعه عشان يوصل لهذه المرحله. بعد كده ببتدي ابروبوز ال 2D drawings بتاعتي اللي هي الفيرست سكتشز بتاعتي، عشان اللي هي احنا بنسميها السكيماتيك، عشان اعرف ان انا اخد الفيدباكس من الكلاينت على حاجه ملموسه. طبعا خلال السكيماتيك بيبقى عندي الكالر
مود بورد والستايل دايركشن، اللي هي فكره المود بورد بتاعي هيمشي ازاي والدايركشن بتاعي هيمشي ازاي. كلاسيك، مودرن، كونتمبري، بوهو، اللوت اللوت باي فيليك طبعا دلوقتي عشان واخد فوكس جامد من الديزاينرز. فبالتالي هنروح للقصه بتاعت فكره ان انا ببروبوزل 2 دي دروينج، ببروبوزل كلر مود، ببروبوزل ستايل دايركشن، بيبقى عندي كده حاجه مرحله بتعتبر سكند بريف لل 3 دي. يعني انا بقى هقول لكم الريسبي بتاعتي هنا في دابس. انا قعدت مع الكلاينت، عرفت هو عايز ايه، عملت له البلانز بتاعته، تمام، البلانز هو معجب بيها، وانا بسلمه بلانز بسلمه كمان المود بورد مع الستايل دايركشن، فهمه احنا لما نيجي نعمل 3 دي هنبقى عاملين ازاي، عشان ما يجيش بعد ما اعمل 3 دي يقول لي اصل انا ما بحبش الماربل في الستيرز، اصل انا مثلا في الاركيتكتشر ما بحبش السلاب ايدج بتاعتي تبقى بارزه، لا ده انا عايز الكيرتن وول مثلا، انا بقول يعني افتراض بنعمل اوفيس سبيس، الكيرتن وول تبقى هي اللي سابقه السلاب ايدج. كل التفاصيل دي بتبان لي في المرحله بتاعت المود بورد والستايل دايركشن. انا بقعد افرجه على حاجات وافهم دماغه عامله ازاي، وساعات بشركه كمان اقول له لو سمحت اديني صورتين ثلاثه عاجبينك، مش كتاب، اديني صورتين ثلاثه عاجبينك in terms of color, in terms of design, in terms of حاجه في الصوره انت حاببها. مفيش حد في الدنيا هيختار صوره الا لو هي الصوره المجمل بتاعها عاجبه، الكومبوزيشن بتاعها عاجبه. That's why ان انا لما بوصل لمرحله البروبوز 3 ديز بلاقي نفسي ان انا قربت بنسبه 99.9% من الكلاينت ريكويرمنتس او الكلاينت النيدز بتاعته. انه في الاخر ما بيفاجئش بحاجه، كل حاجه بنبقى بيشوفها في 3 دي بيبقى متفق عليها مع بعض. طيب واحنا بنعمل ال 3 دي دروينجز وخلصناها، بنعمل حاجه اسمها بعديها البلو برينتس او الكونستراكشن دوكيمنتس. والبلو برينتس او الكونستراكشن دوكيمنتس هي الدوكيمنتس اللي موجوده في السايت، الكتاب اللي اي دي لغه بسميها اللانجوج اللي ما بين المصممين والمنفذين للمشاريع، لانه في الاخر اي دوكيمنت، يابان، الصين، سويسرا، مصر، السعودية، وات ايفر، اللغة بتاعت التعامل هي لغة الرسومات. فأنا هشوف الرسومات هفهم هم عايزين يقولوا إيه، أو الناس دي عايزة تقول إيه وأنا بعمل الفيتنج أوت أو أنا بنفذ. فالكونستراكشن دوكيومنتس تيجي في المرحلة اللي بعد كده، ومهم قوي بقى فيها التوصيف، نربطه بقى بالماتيريالز والفاين فينيشنجز. التوصيف بقى أنا عايز دي إيه؟ نوع الماربل إيه؟ نوع البينتس إيه؟ الشركة إيه؟ اللي هي السبيسيفيكيشنز أو الفيندر ليست. نوع الفاسيتس شركة ايه، نوع اللي هي البلامينج فيكتشرز، اللايتنج شركة ايه، والتوصيف بتاعه. شوف انا بحاول اجمع معاكم الجوني ووركس، الودن ووركس، نوع الخشب، الفينير نوعها ايه، الاوكر اللي هي الدور هاندلز من شركة ايه ونوعها ايه. باي ذا واي كل اللي انا قاعد بسأله ده هي نفس الاسئلة اللي احنا بنسألها واحنا بنعمل السبيسيفيكيشنز في المرحلة بتاعت الكونستراكشن او التندر دوكيمنتس. لانه في المرحلة دي as much as ان انت هتحط details as much as ان انت هتاخد real price، لان ال prices، وده بيودينا للنقطة رقم 8 هي construction process، ال prices بال variations بقى اللي حاصلة في البلد والفكرة بتاعت ال devaluation، و كل ما هتبقى clear كل ما انت هتعرف تروح للمشروع اللي بره الأمان، لان هيبقى الكلاينت بتاعك الحاجات اللي هو مفترضها او فارضها يعني in terms of budget هيلاقيها موجوده. ولذلك وجهه نظري المتواضعه ان كل ما انت تبقى كلير في التوصيف بتاعك كل ما انت هتبقى اقرب للواقع. مش عايز اطول في الصفحتين دول، انا اتكلمت عليهم باستفاضه في محاضرات بس على الصفحتين دول اللي هي البروجكت سايكل والديزاين سايكل. خلينا نروح دلوقتي بقى لحاجه انا بعتبرها المنهج اللي او النصيحه، وبرضه هتقولي بحط الصوره دي كتير جدا. النصيحة دي دايما بديها لأي فريش جراد أو أي حد عايز يدخل المجال بتاعنا، لازم تبقى عارف أهدافك إيه. والمقولة دي بتاعت إدجار ماني دي بالنسبة لي من الحاجات اللي شايفها كده زي المنهج في الحياة، اللي هو a mile wide and an inch deep. طبعا المقولة دي هشرح لكم معناها، بس أنا عايز أقول لكم هي اتقالت في أنهي سياق. هو في أيام النافيجيشن زمان، فكرة التجارة وفكرة السفن، كان في طريق المفروض ان هو على ما اعتقد كان في لويفيل في نبراسكا، ده كان ريفر اسمه البلات، بلات ريفر.
مشكله الفلات ريفر ان هو كان فيري وايد، عشان كده قال a mile وايد، بس مليان مد، والدبث بتاعه او العمق بتاعه كان بسيط جدا، يعني كان فعلا 2 3 سم، يعني حاجه اللي هو ما ينفعش سفينه تبحر فيه. فكانت المقوله دي قالها الجورناليست اللي هو الامريكان جورناليست ادجار، على اساس انه بيقول بالرغم من هو 1 مايل وايد انما هو ما تقدرش تمشي عليه، وعشان كده في النافيجيشن الطريق ده كان مستبعد اللي هو البلات ريفر. بس هي ليها معنى تاني سايكولوجيكال، وليها معنى مور ديبر عن كده. فكره انت في حياتك عايز تبقى انهي سكه من السكتين اللي انا حطيتهم دول؟ عايز تبقى مايل وايد وانش ديب، ولا عايز تبقى انش وايد ومايل ديب؟ يعني ايه؟ باختصار عايز تبقى فاهم في كل ديسيبلين من الديسيبلينز بتاعت العماره والانتيريور ديزاين، ويبقى عندك جنرال نوليدج اللي هي ال 1 انش ديب، ولا عايز تبقى عندك 1 مايل ديبث في معلومات في حاجه معينه؟ يعني انت مثلا متخصص في الوركينج دروينجز او في التكنيكال دروينجز او في الديزاين بس او في الامبلمنتيشن بس، في الفيت اوت بس او في الكونتراكتنج بس، عايز تبقى انهي شخص فيهم؟ الشخص اللي بيدو كونتراكتنج او بيدو تكنيكال او بيدو ديزاين، ولا الشخص اللي عنده البالانس؟ انا مثلا كحسن على المستوى الشخصي حبيت ان انا يبقى عندي جنرال نوليدج في كل حاجه، فعشان كده شركتي اسمها دابس اللي هي ديزاين اند بيلد سيرفيسز. انا اي كان دو ديزاين بس، اي كان دو كونستراكشن بس، اي كان دو الاثنين مع بعض. هاو ايفر انا لما بحب اصنف نفسي دايما بقول ان احنا عندنا اكيد ايدج في الفاين فينيشز وفي الكونتراكتنج، اكيد ده عندنا فيه ويت كبير قوي بحكم من 2008، يعني داخلين اهو اولموست 16 سنه، فعندنا فيري سترونج اند سوليد باك جراوند. ولكن يوم ما بحب اقول تصنيف ايه، انا بروح لان انا عندي جنرال نولج في كل حاجه، عشان كده اي كان دو بوث. فانت انهي شخص في دول لازم تبقى عارف من الاول، عشان لو انت شخص بتؤمن بالتخصص يبقى انت لازم تروح للنص اللي ليه علاقه بان انت بقى هتتخصص في حاجه وتبقى دكتور فيها وتاخد محاضرات، تاخد اسف ليكتشرز فيها، وهي هي تاخد ليكتشرز فيها وتعمل ماجستير او تعمل دراسات عليها. ولو انت التاني هتبقى محتاج تاخد جنرال نولج من كل حاجه عشان تقدر تبقى. كان في قصه واحنا في كي جي 1 اسمها دكتور ناوي تتقول، لو حد عارفها، يعني ان انت تبقى دكتور ناوي تتقول، تعرف كل حاجه في اي ديسيبلين من الديسيبلينز بتاعت المجال بتاعتك. حبيت ابتدي لكم بالمقوله دي عشان دي هتوجهكم ليتر اون في المستقبل بتاعكم ان شاء الله لما تبقوا زمايل لينا في المهنه. ريزيدنشال بروجكت سويسرلاند ده المشروع اللي انا هبتدي معاكم فيه، وهنبتدي بال 2 دي بروبوزال ادرونز. بس قبل ما اوريكم البلان انا عايز اوريكم شكل البروجكت كاركتكتشر، عشان هتتبسطوا قوي لانه هنتكلم كمان على اركتكتشر لاين لذيذ جدا. بصوا ده الشكل بتاعه ان تيرمز اوف اركتكتشر. طبعا سويسرا لو حد عارف هي بلد عندها ميزه في حته الطبيعه، والمشروع ده كمان في كانتري سايد، يعني حته المفروض ان هي مليانه خضره وفيها شكل طبيعي او سينريز طبيعيه. طيب نرجع تاني، انا وريتكم كده شكل الاركتكتشر، نرجع على البلان عشان اشرح لكم المشروع ابتدى ازاي من الاول، عارف زي ما بنقول كده من طقطق لسلام عليكم، وبعدين نبتدي بقى بالماتيريال والفاين فينيشز، ونتكلم على حتى طريقه توصيفنا للماتيريالز كانت عامله ازاي. اول حاجه البروجكت بيبتدي من هنا، البروجكت في ارض فاضيه خالص، يعني من الاربع اتجاهات عندنا فضاء، ما عندناش جارز او ما عندناش ليبرز. فعندنا من هنا الشارع الرئيسي، دي الدخله بتاعتي، ده الانترنس لوبي، ده الجزء اللي فيه الجست تويلت، وده الجزء اللي فيه طبعا بره عشان موضوع المطره وموضوع درجات الحراره المنخفضه جدا، فبيبقى فيه واردروبس معموله عشان الكوتس، عشان تبقى لابس الكوت بتاعك تحطه وبعدين تلبس اللبس الصيفي عشان التدفئه تبقى شغاله، والعكس وانت ماشي تلبس الكوت وتطلع لدرجات حراره ممكن توصل لماينس 20 وماينس 30 سلسيوس. بعد كده بتمشي من هنا بتلاقي طبعا الفوكل بوينت، فاكرين لما كنت بتكلم في المحاضرات السابقه للي سمعني على فكره لما بدخل لازم يبقى عندي فوكل بوينت، بدخل الاقي فوكل بوينت، ممكن تبقى بقى الكونسول بتاعي، ممكن تبقى ميرور، ممكن تبقى حاجه تشد العين. بلاقي بعد كده جيست بيدروم بالباث روم بتاعها، وده كان بناء على طلب بالاونر طبعا، والجزء بتاع الستورج، عندهم ستورج اوضه كامله للستورج، ده الستير كيس، دي الروم اللي بتنزل او الفراغ اسف اللي بينزلني على البيسمنت، يعني بنزل البيسمنت من هنا وهنا بطلع للدور اللي فوق
بعدين عندي تو ستيبس ب ياخدوني وينزلوا، الاقي الجزء بتاع الريسبشن الامريكان كيتشن طبعا بحكم ان احنا في سويسرلاند، ومعظم الناس بتفكر دايما في فكره الاوبن سبيس الدايننج، وعاملين فكره لذيذه قوي للجزء بتاع الدفايه بالجزء بتاع التي في، يعني التي في بيروتيت يبقى هنا وهنا، والقعده المين بتاع الاسره. بخرج بره على الجزء بتاع الاوت دور، بلاقي سبايرال ستير كيس بيطلعني الدور اللي فوق عند الحته بتاعت اوض النوم او بنزل منها، وبعد كده بطلع لللاندسكيب وهشرحها ليتر اون لما نروح لللاندسكيب. هنا الركنه بتاعت العربيات والبايسكلز، وهنا برضو بايسكلز، وفي داخله بتدخلني على الجزء بتاع اللاندسكيب، وبسهوله شديده جدا اقدر اكسس الدور اللي فوق لو انا مش عايز اعدي اصلا على الدور ده من هنا، ان انا بدخل من هنا من الباك سايد دور على الباك يارد، وبعدين بطلع على السلم على الجزء بتاع اوضه النوم اللي هشرحه لكم دلوقتي اللي هو هنا. ده الجزء بتاع اوضه النوم، انا بطلع السلم اللي هو ده، بطلع من هنا للدور اللي فوق، اسف، بطلع الدور اللي فوق كده في الاتجاه ده اهو اللي هو هنا، بطلع كده تمام، فبطلع في هذا الاتجاه لحد ما بلاقي الديستريبيوشن لوبي، وبعد كده بلاقي برضو بقيه اللوبي اللي بيوصلني على الجزء بتاع التيرس ده، التيرس اللي موجود بره برضو عشان ابقى بشرح لكم يعني تبقوا معايا في الصوره. ده التيرس اللي هنا اهو، شايفين التيرس الكبير ده؟ ده جزء من الاركيتكتشرال فيتشرز اللي احنا اشتغلنا عليه. بنطلع اهو على الجزء بتاع التيرس اهو بالسلاب ايدج، فاكر اللي كنت بشرح لكم عليها اللي هي باينه بره، وبعد كده بلاقي مجموعه اوض النوم اللي هي عباره عن ماستر بيدروم وخمس غرف للاطفال لانها عيله كبيره. الماستر بيدروم بدخل من هنا الاقي برضو يعني ديستريبيوشن لوبي صغنطت بيوديني على السرير بالدريسر بتاعتي، بعدين الجزء بتاع الدريسنج، الجزء بتاع الباثروم، وبعدين الجزء ده عباره عن الباثروم بتاع البيدرومز اللي هي البيدروم باثروم بالجزء بتاع التاب او الباث تاب او الشاور. عندي هنا شاور وطاب عشان يحسوا ان هم اكنهم في سويت. وطبعا راعينا ان احنا بنعمل الماستر بيدروم الباثروم بقى بتاع الماستر بيدروم ان انا يبقى عندي لاكجري في الموضوع، يبقى عندي مثلا تو سينكس بتويلت بشاور محترم، بحيث ان يبقى الدور اللي فوق ده اكنه برضو السويت او الجناح بتاع النوم، ويبقى الموضوع كمان مرتبط شويه بالجزء بتاع الاوت دور. يعني لو بصيتوا هنا هتلاقوا ان نور ربنا بيدخل من هنا فبينور الدنيا، وبيحس ان في او بنحس ان في كونتينويشن ما بين الجزء اللي بره وما بين هنا، ان الدنيا على طول هتبقى منوره مش مظلمه. ده بالنسبه للجزء بتاع الشرح بتاع البلانات. طبعا مش هدخل بقى في شرح الاوض لان مش ده اللي انا فارق معايا دلوقتي، فارق معايا اوريكم ال 3 ديز ونتكلم عليها نربطها بالجزء بتاع البلانز، واشرح لكم الماتيريالز ونقعد نربطها بقى بالكونتراكتنج ان شاء الله. يا رب تبقوا مبسوطين كده والمحاضره شداكم، عشان كان هدفي زي ما قلت لكم اشرح لكم حاجه مش موجوده في الماركت، يعني مش حاجه عاديه ان يعني انتم شفتوها. طيب فاكرين لما كنت بشرح هنا، خلي بقى البلان ده دايما ريفرنس بالنسبه لنا، هرجع له كتير ورا. انا بدخل من هنا الكونسول والسلم والجزء ده اهو، انا بدخل من هنا اهو، انا كده باصص عكس البلان، بدخل من هنا ادي السلم اللي بيطلعني على الدور اللي فوق، وادي الباب اللي بينزلني على البيزمنت. طب ليه يا باشمهندس عاملين باب بينزلني على البيزمنت؟ هو ده العرف بره، جرى العرف ان الجزء بتاع البيزمنت عشان غالبا بيبقى جزء خدمي شويه، في الميكانيكال روم، الجزء اللي فيه الفيرنس اللي هي الدفايه، والجزء اللي بيبقى فيه الكنترولز بتاعه الاي سي والهيتنج و و فجرى العرف ان هو يبقى مقفول عليه عشان ما يبقاش باين، مش زي ما احنا متعودين عندنا ان السلالم بتوصل لبعض، لا، ان بتبقى اكنها جزء مغلق عن البيت. وكمان لما سالت اكتر بيبقى ليه علاقه برضو بالسيفتي ريزنز، انه يبقى الموضوع شويه ان الجزء اللي تحت لا قدر الله لو حصل فيه اي حاجه يبقى مفصول عن الجزء اللي فوق، لان طبعا الجزء اللي تحت ميكانيكال فيه تفاصيل كتير. وادي الفراغين اللي هو حمام الضيوف والجزء بتاع الكوتس، وبعد كده ادي الجزء اللي على الفوكال بوينت يعني في وش الباب ده، الجزء الفوكال بوينت اهو اللي كنت بحكي لكم عليه، اللي هو الجزء اللي ممكن يبقى كونسول. احنا هنا اخترنا ان هو يبقى كونسول شكله لذيذ كده، ليه ايكون او ايكونيك، وفي نفس الوقت ارت وورك محترمه، بحيث ان لما ادخل ابص على السينري دي احس ان في حاجه شداني وفي نفس الوقت مفيش ملل.
من الحاجات اللذيذه قوي برضو، مش عايز احرقها لان المفروض ان الديزاين ده لسه، يعني الكلاين ده عربي عايش في سويسرا، هو فلسطيني، فلما حبينا نعمل له ارت وورك هنا هو اختار علم فلسطين، فعملناه له زي الميرور، بصوا علم فلسطين اتعمل في شكل ان هو ميرور، كانت حاجه لذيذه قوي. لا مش نسكت بقى، لازم بقى نعمل الكونتينويشن كمان، خدنا الارت وورك بتاعنا انسبايرد من الخطوط بتاعت الخريطه بتاعت فلسطين، انا قلت علم، انا اسف، خريطه فلسطين حقكم عليا، فخدنا الخطوط بتاعت خريطه فلسطين وابتدينا نلعب بيها كده شويه ابستراكتس عشان نوصل لده. سؤال هنا حد يسالوني، هل انا من الناس اللي وانا بعمل ديزاين المفروض ان انا اروح للليفل اوف ديتيلز ده، يعني ان انا يبقى عندي كمان العلم موجود على ارت وورك؟ اه طبعا، لو كلاينت طلبه مني انا المفروض ان انا اكمل بقى الابستراكتس بتاعتي واروح، يعني عشان ما يبقاش لوحده، ما تبقاش حاجه قد، يبقى كمان اكنه موجود عندي في البلان. فدي نقطه كنت حابب اكلمكم عليها. وطبعا فكره بلعب انا لعبه حلوه قوي دي، ده جزء بتاع الاستورج، ان انا بعمل الباب من تحت لفوق عشان احسس الناس ان هو ما فيش باوندريز للودن وورك، ان هو مش حته باب، لا ان هو اكنه كلادينج من تحت لفوق. نروح بعد كده للجزء ده، هشرح لكم الجزء ده بس نرجع للبلان. الجزء ده هي القعده دي اللي هي الفراغ ده بقى، عشان ما ارجعلوش تاني في قعده، يعني بطلع له بسلمتين، او سوري اسف، بنزل له بسلمتين في قعده اللي هي كرسيين، انا بسميها الريدنج اريا او الريدنج كورنر. وفي الجزء بتاع القعده المين اللي هي الفورمال اريا، وفي جزء بتاع الدايننج والتي في اللي بيروح للاتجاهين، وجزء بتاع الكيتشن. خلاص عشان هرجع بعد كده لل3 ديز، طبعا كل ما هو هنا على الفيو على طول، يعني انا هنا شايف الفيو وهنا برضو شايف الفيو، زي ما قلت لكم ده بيت كونتري سايد، فحابب ان انا اشوف الفيو. اهي دي الكرسيين اللي كنت لسه بشرحهم لكم، وعملنا فكره لذيذه قوي، كرسيين بجزء ديكوريتيف كده، في ستاتيو وفي مكتبه هنا لذيذه بتاعت كتب. وبما ان انا ريدنج كورنر فلازم اعمل الكونتينيويشن، فكره التكمله او الاستمراريه، حاجه بسيطه جدا في اللايتنج زي مود لايت بينزل على السايد تيبل، عشان وانا قاعد في الفراغ ده اهم حاجه في القرايه هي التركيز، وان ما يبقاش فيه ديستربنس او حد بيعمل ديسترب ليا في المكان اللي هو بتاع القرايه. طيب ما تيجي نتكلم هنا شويه عن الماتيريالز، ايه الماتيريالز اللي احنا استخدمناها؟ احنا استخدمنا جاست تو ماتيريالز، الخشب والبينتس، ولعبنا بيهم لعبه حلوه قوي وهتشوفوا ده في بقيه البيت، خشب وبينتس، الوان ممكن تبقى الوان رايحه للجراي سكيل، لعبنا شويه بفكره المونوكروماتيك جراي، ودي حاجه من الحاجات اللي انا مشهور بيها قوي ان انا بحب العب بيها فكره الجريز، والعب اهو درجه من الجراي فاتح قوي، درجه من الجراي خانقه، درجه في النص، واقعد العب بيهم. حتى الخشب بخليه في السكيل ده، بحيده من الهيو بتاعه عشان يبقى البيت كله موده اكنه فيه هارموني. لما اجي احط اي اكسسوري زي دي، سواء كانت كوبر، سواء كانت لون، سواء كانت ملمس مختلف، تبوب اب، تبان. طيب انا عندي حاجه بانت بسبب ان انا حيدت كل حاجه حواليه. القعده المين نفس الكلام، الكالرز اللي هي رايحه شويه لللس او اللسر هيو، وفي نفس الوقت بعمل كده عشان يبقى المين ديفا بتاعتي او المين باك جراوند عندي هو اللاندسكيب. انا هنا اكتر حاجه انا حابب ان انا ابقى مرتبط بيها الجزء بتاع اللاندسكيب، ولما نروح لللاندسكيب اشرح لكم الكلام ده. فالماتيريالز برضو راحت للفكره بتاعت الوان جراي، درجات مختلفة منها اللي هي المونوكرومز، عشان في الاخر يوم ما هبقى عايز حاجة بوب اب يبقى عندي الباك جراوند، هنا كانت الستاتيو، هنا كانت الجزء بتاع اللاندسكيب. طبعا الشاترز الموجودة هي شاترز عشان تبقى فيها جزء من البرايفسي، ان لو في لا قدر الله بيت جنبي في حاجة عالية ما يكشفنيش، وفي نفس الوقت عشان تبقى سان بريكرز ان كيس ان افترضنا ان في فصل الصيف بتبقى الشمس كاورينتيشن كتوجيه بتبقى داخلالي الاشعة بتاعتها من هنا، يبقى في بريكرز بحيث ان هي برضو تكسر اشعه الشمس، لان الصيف في البلاد دي ابتدى يبقى بالمقاييس بتاعت الكلايمت، ما بقاش صيف دافي او صيف يعني خفيف، لا درجات الحراره بقت توصل ل 30 35، ودي ارقام كبيره على ويذر زي سويسرا او سويسرلاند. نروح هنا لنفس اللقطات، فاكرين انا كنت بشرح لكم في البلان قلت لكم دي الجزء الفاصل ما بين القعده اللي هي دي وما بين الجزء بتاع الدايننج تيبل، وده
الجزء بتاع القعده، يعني انا واخد الكادر ده من هنا، ادي القعده وادي التو سيترز والباك جراوند، وادي الجزء بتاع الجست بادروم الباب بتاعها، وادي الباب بتاع الكلوزت روم، وهنا من ورا كان الباب بتاع الجست تواليت، وادي الكونسول اللي كنا بنتكلم عليه، وادي الدرجتين اللي بنزلهم، وادي نفس الحيطه اللي هي دي. طب ايه الماتيريالز؟ نفس الكلام يا جماعه اللي اتكلمت فيه، الماتيريالز المستخدمه مونوكروماتيك جراي، اهو المطبخ مونوكروماتيك جراي هنروح له دلوقتي، وادي الحيطه الفاصله ما بين الفراغين عباره عن خشب متحيد منه الكالر او الهيو بتاعته، فبقى اشبه بانه جراي او انه محايد، وادي الجزء بتاع الدفايه، والجزء بتاع الدفايه معمول بطريقه لذيذه قوي، اللي هي الدفايات اللي بتبقى ليكويد واللي بتبقى شويه فيها جزء يبان اكنه ديكوريشن. طبعا البيت كله اندر فلور هيتنج سيستم اكوردنج للطلب بتاع الكلاينت، بس انا بتكلم هنا حتى على فكره الديكوريشن ان هي تبقى مفتوحه من تحت من الناحيتين، فيبقى عامله برضو كونتينويشن ما بين الفراغات، وادي التي في اللي بيلف معايا. تاني ارجع للماتيريالز، ماتيريالز بسيطه جدا مش كتيره عشان يبقى السبيس بتاعي سبيس هادي، وفي نفس الوقت استغل فكره الفيو بتاع اللاندسكيب برضو نفس الكلام، ادي التي في اهو هنا في وضع ان هو ملفش، في وضع ان هو بيسيرف على الناحيه بتاعت القعده، اهي بيسيرف على الناحيه بتاعت القعده، فالظهر بتاعه عباره عن كلادينج من الخشب، يوم احب الفه هيبقى بيسيرف على الجزء بتاع الدايننج تيبل، لو الفاميلي عندها مثلا حاجه عايزه تتفرج عليها ساعه الاكل، او حتى ايفن ان هو يشتغل في الباك جراوند، حيطه دخلنا ماتيريال بس رف شويه، هما ما عندهمش ستونز كتيره، فحبينا ندخل ستون ماتيريال عشان تبقى في حته لاكجري، وفي نفس الوقت تبقى حاجه فيري فيري سيمبل اند يا تشيك يعني. ونفس الكلام فكره الشاترز عشان الجزء بتاع البرايفسي، وفي نفس الوقت الفيو المكشوف، الدايننج تيبل بالفيو المكشوف. احلى حاجه في البيوت دي فكره ان انا ازاي عندي زوايا مفتوحه اقدر يبقى عندي فيو فيها كبير قوي. الجزء بتاع الكيتشن نفس الكلام، اهو الكيتشن افكركم بقى عشان انا بقالي شويه كده قاعد بشرح على ادي الجزء بتاع الكيتشن، اهو ده الجزء بتاع الكيتشن، احنا بصينا على دي وبصينا على الدايننج وبصينا على دي وبصينا على التو سيترز او الريدنج كورنر، وادي الجزء بتاع الكيتشن. نرجع بقى كده، كنا بنتكلم ان مونوكروماتيك جراي، ادي مونوكروماتيك جراي، بنتكلم على ان انا بلعب بدرجات الجري، اهي الخشب حيدته تمام، وادي الكراسي نفس الكلام، يبقى انا كده ماتيريال ثابته وبلعب حواليها. طب دي بلاك اند وايت ليه؟ عشان ابقى برضو بعيد عن ان انا عندي كولرز عامله اي نوع من انواع البوبينج اب، انما ايه اللي ممكن يبوب اب؟ حاجه بقى زي النواكل بتاعت الميكسرز، حاجه زي الجزء بتاع الهود، وات ايفر بقى، اي حاجه ماتيريال ريفلكتيف او اي حاجه انا هحطها ليتر اون على هذا الكاونتر از ان اكسسوري، it will pop up. حتى لما جينا نختار الجزء بتاع التلاجة والجزء بتاع الاوفن بالمايكرويف، اخترنا ان هو يبقى دوله لونه دارك بلاك عشان يبقى الموضوع برضو فيه حيادية وما يبقاش فيه اي نوع من انواع التركيز على different materials. كفاية قوي كده على الجزء الانترنال، نروح للجزء بتاع اللاندسكيب، ادي البيت وادي الدخلة بتاعته، وادي اللي انا كنت بشرحه لكم، ادي الجزء بتاع الارض الحلوة اللي مليانة زرع، فضلنا ان الجزء القعده المين اهي لو انتوا فاكرين القعده المين بتاعتي، وانا كان عندي الفراغات بقى الستورج والجيست بيدروم، وادي الجزء اللي هنا اللي كان فيه الكلوزت بالجيست باثروم والدخله بتاعتي والجزء بتاع البيزمنت والجزء اللي بيطلعني على الدور اللي فوق. اخترنا بقى ان احنا نعمل البول بتاعنا هنا عشان يبقى اوفر لوكينج، او القعده تبقى اوفر لوكينج على البول، وادي الجزء بتاع الدك بالجزء بتاع القعده بتاعت البول، الكاونتر اللي بيسيرف، وادي قعدتين اللي هم بتوع الشيزلونجز عشان يبقى الصوره مكتمله من هنا، ان لو انا واقف فوق في الدور الفوقاني قاعد في التيرس الحلو ده شايف البول بالقعده كله، الزاويه كلها مكشوفه، مفيش حد بيداري على حد، اللي قاعد هنا بيستمتع بالشمس او بيستمتع بالفيو، مفيش اي حاجه كسراه، نفس الكلام الجزء ده بيسيرف على الناس اللي هنا، فتبقى الدنيا كلها مكتمله. نشرح كده 3 ديز بقى بطريقه تانيه، ادي البول، السويمنج بول بتاعي اللي بيبص على القعده، ادي القعده المين اهي، حتى احنا مبينينها من ورا الازاز، القعده المين بتاعتي اهي، وادي الجزء ده حلو قوي هشرحه لكم بقى عشان ده له علاقه بالتكوين بتاع الكتله، وهنا انا عايز اشرح لاند سكيب وكتله كاركيتكتشر. اول ما يبقى عندك كتله مش فيرتيكال، كتله هوريزونتال،
يفضل ان انت الكتله دي تبقى as minimal as you can. ليه؟ عشان انت عندك كذا بعد وانت بتعمل الاركيتكتشرال الكونسبت بتاعتك لازم تفكر فيهم. اول حاجه انت كونتري سايد عندك كميه خضره كتير، مهما انت كنت شاطر معماريا في التكوين وفي الكتل عمرك ما هتعلي على الطبيعه، الطبيعه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. انت عايز بس تبقى انت عامل زي فور جراوند عشان تبقى الباك جراوند بتاعتك هي الجزء بتاع الطبيعه، فانت مش عايز تعمل القصه دي. الجزء الثاني انا اخترت جوه ان انا ابقى عندي ماتيريالز قليله قوي، خشب وشويه الوان من الجريز. طب هو طبيعي جدا ان انا نفس الالوان دي عايز اطلعها بره، فاكرين لفظ كونتينيويشن، عايز الكونتينيوتي ما بين بره وجوه، فاخترت ان انا يبقى عندي دايما ماتيريالز جوه طلعتها معايا بره، الجراي كولرز والخشب اللي انا حيدت منه اللون. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه انا كان عندي هنا الجزء بتاع الترس الحلو فعملت له هاندري، ده طبيعي عشان الناس يبقى فيه حمايه ليها. طيب ايه الجزء ده؟ كملت الجزء ده، فاكرين السلم اللي كنت بشرحه لكم ده اللي قلت لكم ده لو انا في الدور اللي فوق هنزل منه على تحت، او لو انا تحت ممكن الف واطلع الدور اللي فوق، انا كملت الحته دي اهي، اهي دي الجزء ده عشان ابقى خفيت السلم نسبيا. وحاجه اهم بقى ان انا ابقى عملت عنصر تصميمي عامل لي زي حرف ال مقلوب بيرد على المنطقه دي، وفي نفس الوقت عمل لي ان هو خفى لي او عمل لي زي سي ثرو للسبايرال ستير كيس، لان انا مش عايز اشوفه الحر وعايز وانا نازل يبقى برضه فيه خصوصيه، سبيشال لو حد من البرايفت سيكتور الجزء اللي فوق ده اللي هو البرايفت نازل عايز يجيب حاجه من تحت وفي ضيوف قاعدين هنا برضه يبقى السلم حميه نسبيا. وانا ضد هذه المقوله قوي، لان انا بالنسبه لي في الايرا اللي احنا عايشين فيها دي البرايفت والبابليك بقى الموضوع فيهم مختلف شويه. وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين لما ببص لها ان اليفيشن، انا هنا واقف اهو ان اليفيشن بقى عندي ثيم حلوه، ثيم حلوه بقى عباره عن ريبس خشب ونازله مكمله معايا، وادي السلاب ايدج بتاعي بقى هنا سابق الخشب وهنا مستخبي ورا الخشب، فبقى فيه جزء فيه بروز وجزء غاطس، فعمل لي برضو حاجه دايناميك زي دايناميك موشن ان هو كان باين هنا عنصر قوي وبعدين اختفى من ورا الخشب. الجزء اللي ورا كله الجزء اللي في الدور اللي فوق عباره عن كلادينج خشب. طب ليه خشب كتير واحنا دايما بنقول ده خشب؟ لان الخشب هو عنصر من العناصر الاساسيه في الكونتكست بتاع الاركيتكتشر ان سويتزرلاند وفي البلاد اللي هي فيها درجات حراره، بيستخدموا انواع من الخشب بتقدر تستحمل الانواع دي. ان اديشن ان الماتيريالز دي سعرها رخيص نسبيا بالنسبه للمنطقه عندنا العربيه او بالنسبه للمنطقه اللي احنا عايشين فيها، احنا عندنا مثلا الماربل ممكن يكون ارخص، هم عندهم الخشب هناك ارخص، فده مهم ان انت تستخدم الكونتكست بتاع المنطقه اللي انت فيها in terms of materials وال specifications. ما اروحش انا هنا اوصف لهم انا بقى عاجبني وفرانك لويد رايت في نفسي وعايز بقى اعمل materials شفتها بقى هنا perfect concrete ومش عارف، وفي الاخر الماتيريالز دي مش ماشيه مع الكونتكست بتاع الانفايرمنت اللي انت عايش فيه. فدي من الحاجات اللي برضو كانت مهمه قوي دراستها. وطبعا فكره انه ازاي تستريس على ان انت فارد النجيله بتاعتك والدنيا كلها واسعه، ده الجزء بتاع القعدتين. وهنا حتى اخترنا حاجه كان عليها ديبيت كبير قوي مننا كديزاينرز، فكره التروبيكال بيرجولاز او التروبيكال شادز، انه تروبيكال بعيد شويه عن المود ده، تروبيكال رايحه شويه للبرازيل ورايحه للجزء بتاع اللاتين ديزاينرز او اللاتين ديزاين او الكونتكست اللاتين شويه او الكونتكست اللي بيبقى فيه درجات حراره مختلفه شويه. بس احنا حبينا نعمل ايه بقى؟ حبينا ان احنا ندمج ماتيريال مختلفه خالص ونعمل بيها زي فيوجن، انه يبقى في حاجه هي اللي ممكن تبوب اب في الحته دي، سبيشال ان الجزء ده عليه شيزلونجز، فجزء برضه مميز فوكال بوينت للي جاي من جوه البيت بيبص على اخر. وابتدينا نعمل دراسات نشوف الماتيريال اللي هنستخدمها من فوق هتبقى عامله ايه مع درجات الحراره اللي هي ممكن توصل نيجاتيف 30 او كده، فلقينا ان لا الماتيريال دي ات كان ريزيست الدرجات دي ومش هيبقى فيها اي مشكله. وممكن كمان نعملها بتكنيك تاني يديني نفس اللوك بس في نفس الوقت يبقى ماشي مع، يعني في عندهم ماتيريالز كده معموله من الفايبرز ممكن تدي نفس اللوك بتاع النوعيه دي من الاخشاب، بس في نفس الوقت
تبقى very friendly مع الـ environment when it comes لـ ice و snow والـ storms اللي بتحصل عندهم. طبعا زي ما انتم شايفين الجزء بتاع الـ washing عملناه خفيف قوي ويبقى blended with الـ nature. ده الجزء بتاع القعدة، مفيش فيه أي حاجة. جراي كولر صريح عشان يكمل الكونتينويشن اللي جوه. الجزء بتاع القعدة برضو درجة من درجات الجراي في السبيكترم، عشان كده احنا بنقول احنا مونوكروماتيك. والجزء بتاع الكاونتر ليه لقطة لذيذة قوي، الجزء ده والجزء ده. الجزء بتاع الكاونتر أهو. طيب أنا معلش عشان يعني رحت اللقطات كتيرة. الجزء بتاع الكاونتر ده واضح ان مفيش ليه لقطه غير هنا. كنا عاملين كراسي شكلها لذيذ جدا، ديزاين كل كرسي لوحده عشان يبقى اكن يعني في حاجه هيرو في الحته دي. هنا اللقطه دي بتبين برضو القعده بتاعتي، وبتبين فكره ازاي ان انا ممكن اقدر احط سكالبتشرز تخدم الفكره وازاي ان السكالبتشرز دي ان هي برضو واخده نفس الفكره بتاعت الشكل بتاع الطبيعه او الشكل البيوفيليك اللي جاي من نيتشر. التيبل دي فيري بوبيلر بتاعت ميناتي، معروفه جدا. الكراسي هم مبينين من هنا اللي هو كل كرسي ديزاين لوحده. الجزء اللي هو بتاع الشاور زي ما قلت لكم بلندد. البرجولا فيري سيمبل، عامله لي حتى زي ستروكس من الشيدز اند شادوز، لذيذه قوي. الحته اللي هي اللي كنت بشرحها لكم بتاعت البرجولا اللي هي بتخلي الجزء بتاع الشيزلونجز بقى مميز. المود العام كله الحته دي كويسه انها برضو باينه هنا. ادي السبايرال ستير كيس اللي بقول لكم عليه، وادي الجزء اللي بيغطي المنطقه اللي هي بتاعته، اللي هي بقت عامله زي فريمينج للستير كيس. نفس الماتيريالز تاني. انا قاعد بشرح في القصه دي ليه؟ عشان لو ركزتم ما بين الانتيريور وما بين الاركيتكتشر، احنا بنتكلم في 2 3 ماتيريالز نو مور نو لس. بنتكلم في درجات الوان مونوكروماتيك جراي، بنتكلم في اللون اللي بيبوب اب هو اللون الاخضر لون الطبيعه. فدايما الباك جراوند المين عندي هي الطبيعه، والجزء الامامي هو الجزء اللي بيمثل الفور جراوند. دي اللعبه اللي احنا ممكن نقدر نقول ان هي دي كانت العمليه التصميميه اللي اشتغلنا عليها، فكره ان انا ازاي اخلي المين ديفا في البروجكت هو النيتشر. طيب احنا كده خلصنا الجزء الاولاني من المحاضره، واحنا تقريبا بقى لنا اولموست حوالي 45 دقيقه. مش عايز ازود كتير في المحاضره دي عشان ما تتعبوش مني. بس الجزء الاولاني كنا بنتكلم على ريزيدنشال بروجكت في سويسرلاند، وشرحت لكم كل ابعاده انتيريور واكستيريور والماتيريالز. سبيسيفيكيشنز بتاعته كانت سهله قوي لان هو 2 3 4 ماتيريالز بالكتير، كلهم رايحين لنفس السكه وكلهم رايحين لنفس اللاين. هنا هكلمكم على كوميرشال بروجكت كان انسباير برضو من النيتشر، وهو بروجكت بتاع براند قهوه لوكال. خليني ما اتكلمش عليه قوي كبراند لحد ما يفتح اوفيشالي، لان هو قدامه اقل من شهر ويبقى اوفيشالي موجود في الماركت. وهنا بتكلم اوفيشلي موجود از الفرع ده او البرانش ده، ان هو طبعا البراند قائم. هنا هنتكلم برضو على نفس الفكره بتاعت في الكوميرشال بروجكت، البيردنز بتاعتك بتبقى ايه. هنا بقى لاين تاني هشرحه لكم من الاول. اي حد بيفتح كوميرشال بروجكت سبيشالي لو كان بيتكلم على اف ام بي بيبقى دايما ايه الفكره بتاعته. وهكلمكم على التوزيع والماتيريالز وكل حاجه. طيب ده كان اكزيستنج سبيس مول من المولز المشهوره جدا في القاهرة، وتحديدا ناحية الجزء بتاع القاهرة الجديدة. المول ده بنتكلم على دخلة هنا، تمام. ده جزء اوت دور، جزء ان دور، وده باك كوريدور او احنا بنسميه السيرفيس كوريدور اللي هو بيخدم على المحل بتاعنا. المحل ده كان كوفي اند فود، يعني هو مش كومبليت داين ان على قد ما هو حاجه كاجوال دايننج بلس كوفي. ده فتحه عشان لو احنا هنعمل الكيتشن اي حته هنا. ده جزء اوت دور، جزء اندور. جزء اندور المساحه مش كبيره قوي، وهنا في برضو زي فاير اكزيت. بس برضو عشان اكون امين، الجزء بتاع الفاير اكزيت بعد الانفستيجيشنز مع المول والمساحه الصغيره دي توصلنا ان انا ممكن اسد الباب ده ملوش اي لازمه، وده اللي يستخدم كفاير اكزيت لان البلان كله مفتوح على بعضه. ايه الفكره التصميميه اللي اشتغلنا عليها؟ هو الراجل كان عايز الفكره بتاعته تبقى
ان احنا عندنا باك اوف هاوس بيحط فيه الستورج بتاعته، المعدات اللي هي بتسيرف على الاكل، فرونت كاونتر ده اللي هيبقى فيه القهوه والجريندرز وكل حاجه والبان ماريز وكل حاجه ليها علاقه بفكره الكوفي، يعني زي مثلا لو بنتكلم على مش عايز اقول ستاربكس عشان اتس نوت بيج ريفرنس، لان ستاربكس بيبيع كوفي بس لو بنتكلم على حاجه بتبيع كوفي بلس اكل بلس كده هتبقى نفس الفكره. الجزء بتاع الكوفي سكشن، الجزء ده بتاع الديزرت هتلاقي فيه برضو ثلاجه محطوط فيها الديزرت، وجزء ورا بيسيرف على الساندوتشز والحاجات دي. وطبعا الكيتشن ده زي ما اتفقنا ده بيعمل حاجات معينه ان تيرمز اوف لو بنتكلم على شويه سناكس ممكن تبقى بتخدم على الناس. الجزء بتاع الاوت دور فكرنا بقى في ايه؟ الجزء بتاع الاوت دور ده شادد عليه زي تغطيه جايه من الدور اللي فوق من المبنى، فهو يعتبر سيمي اوت دور لان هو متغطي فالشمس اوريدي ما بتدخلوش كتير. فكرت ان انا افتح المكان كله على بعضه لان هو المول كان مسلم الجزء ده زي ما انتم شايفين مقفول بحيطه. ففكرت اول حاجه افتحه على بعضه واعمل ازاز هنا يربط ما بين الاثنين واستغل فكره ان انا اكبر السبيس فيديني احساس سبيس كبير. وده الجزء اللي خدناه طبعا استقطعناه للجزء بتاع الكيتشن بحيث يبقى في دخله من هنا ودخله من هنا. طبعا الجزء ده مش معده ولا حاجه، ده جزء مفتوح بس هي الفكره كلها دي تبقى حاجه يعني زي تيبل بتتفتح وتتقفل محطوطه على الحيطه ليها استخدام معين، بس هنا انا عندي كل الكيتشن ده مفتوح والجزء اللي هو الفرونت كاونتر بالسايد بتاعه ده الجزء زي ما اتفقنا اللي فيه الجزء بتاع الدرينكس او الجزء بتاع الكوفي بصفه عامه. عملنا قعده كبيره لو في بيج فاميلي، اعداد صغيره عشان اليونجسترز والناس الجميله اللي بتحب تيجي تفكر في افكار او تذاكر او عملنا حاجه انستجرامبل هنا الناس ممكن تيجي تتصور عندها جزء كده برضو فيري اورجانيك. عملنا هنا عادات اللي هي ابقى انا قاعد وقدامي زي بنش عشان لو برضو حاجه كوزي للشباب، وعادات صغيره هنا. وبقى المكان زي ما انتم شايفين مشهور بدخله من هنا وانا داخل من الجزء بتاع المول الجزء بتاع الاوتدور. الموضوع ده جراوند فلور ببقى شايف بيج بيج تري فيري significant ليها علاقة بالبراند زي ما قلت مش عايز احرقها دلوقتي بس بقت هي العنصر المميز. فبقى عندي جزء انستجرامبل هنا جزء انستجرامبل هنا وكمان ضفت على الحيطة دي اللي هي فيها جزء اوت دور وان دور جزء انستجرامبل هنا. فبقى عندي كذا نقط ممكن تشد الناس وتخلي الناس معلمة او الاكسبيرينس اللي جاية لها بتفتكرها بالحاجات الانستجرامبل دي. خلي بالكم اهم حاجه when you design a commercial space اليوزر اكسبيرينس، ودايما حطوا في دماغكم ان الناس تشرب قهوه في اماكن كتيره جدا والكواليتي ما بين البراندز وبعضها ممكن تكون مش كبيره قوي، انما الحاجه اللي بتفرق هي اليوزر اكسبيرينس او الاكسبيرينس اللي بياخدوها من المكان. بيحسوا بايه؟ فكره المكان فيه الصبح فيو معين او فيه ناتشرال لايت بطريقه معينه بيديله انرجي عامله ازاي؟ المكان انرجيتك ولا المكان قاتم والدنيا هاديه؟ كان في براندز انا كنت بشتغل عليها زمان من بدون ذكر اسامي عشان خلاص البراندز دي ما بقتش دلوقتي موجوده، بس كان جزء من اللي خلى البراندز دي تختفي من الماركت ان البراند ده كان مظلم. كانت الناس لما بتحب تشوف المنيو لازم تقعد تطلب يا جماعه احنا مش شايفين المنيو، وكان ده ساعتها طلب من طلبات الاونرز، بس كنا دايما بنقول لهم يا جماعه خلي بالكم ان ده حاجه بتريبل الكلاينتيل بتاعك لان الكلاينتيل عايز يبقى دايما مستريح في كل حاجه. مش انا لو عايز اعمل له مود لايتنج هادي ما ينفعش ان انا اعمل له ان انا ما عنديش سفيشنت لاكس عشان ابص على المنيو مثلا، لازم يكون عندي سفيشنت لاكس وانا كمان بلس ده يبقى عندي المود الهادي بتاعي. يعني ما ينفعش ان انا ابقى بقلل الاضاءه فخليه كمان ما يبقاش عارف يشوف ده. ما ينفعش مثلا ان انا ادخل ريستورنت وبرضه مش عايز اقول اسامي الاقي ان انا مش مستريح في الكرسي بتاعي، ما اليوزر اكسبيرينس كده باظت. ففي شويه تفاصيل ليها علاقه برضه بالماتيريالز مهمه قوي، راحه الكلاينت، الدايمنشنز، الارجونومكس بقى والانثروبولوجي. الارجونومكس هنا تفرق جدا، راحه الكلاينت وهو قاعد على الكرسي وهو حاطط التيبل قدامه والاطباق، ان احنا قاعدين اتنين بناكل قصاد بعض وبنشرب كوفي مش قاعدين حاطين الاطباق دايجونال عشان مش لاقيين مكان ان احنا نحطهم قصاد بعض. ففي مينيمم دايمنشنز
للتيبلز وللحاجات دي. عشان الوقت انا شايفه بيسرقني، الساعة داخلة على 9:30 وانا عايز اخلص المحاضرة دي 9:30 ان شاء الله. خلينا نتكلم على البروبوز 3 ديز، احنا عملنا ايه؟ نفس الكلام، لعبت لعبة لون واحد مونوكروماتيك بيج، يعني الالوان شوية رايحة لل او جريج، رايحة شوية لدرجة ما بين الجري والبيج، و خليت المكان كله اكنه اكستراكتد من الطبيعه، يعني اكني جبت حته ستون حطيتها، جبت حته نحتايه من الطبيعه، لما بيبقى عندي حته روك وبتاثر عليها العوامل البيئيه او الجويه اسف، فبتاخد شكل كده اورجانيك اكتر. عملنا كده، جبنا حاجات كلها اكنها انسبايرد من الطبيعه، الالوان كلها كمان الوان very very pale، الكونتراست تقريبا مش موجود، الموضوع كله فيه هارموني، يمكن حتى كان الهاي كونتراست موجود في السقف، وده كانت فكرته بس كلها عشان ادي اكسترا بس دايمنشن للمكان، عشان مكان صغير انا كنت عايز يبقى ليه شويه ديبث، كنت حاسس ان كل الالوان لو بقت لون واحد ممكن المكان شويه يبقى ممل او بورد من كتر المساحه ما هي ضيقه، فحبيت العب اللعبه دي في السقف بس، وحتى السقف مفيش حاجه، انا جاست لعبت اللعبه دي. الاعداد اللي كنت بكلمكم عليها دي، لو فاميلي كبيره دي المين تري اللي احنا شايفينها، وادي الجزء بتاع تكوينات الحيطه، مفيش عندي حاجه في الحيطه دي، ده فين الديزاين يا باشمهندس؟ حته لايتنج خفيفه جدا، لايتنج خفيف جدا، شويه فلاور بوكسز محطوطه هنا جنب القعده اللي هي ان بلان، هتبقى هنا محطوطه في المنطقه دي، هي فلاور بوكس هنا، وبالتالي الموضوع بقى فيري فيري مينيمال، مفيش حاجه. السقف كان فيه شويه كيرف كده، عارفين ده الكيرف ده اتعمل ليه؟ عشان عندي دروب سيلينج هنا بسبب الاي سي، وبالتالي ابتديت ابص على فكره السيلينج ان هو يبقى عامل كده. نفس الكلام، ادي القهوه وادي الروكس الحته اللي انا بعمل عليها، حتى الوان الكراسي تحس ان هي اوك اكنه جاي شجره حطيتها، يعني مفيش حاجه جديده. حاجة كنت عايز اكلمكم عليها قبل ما انهي المحاضرة الجميلة دي، فكرة الكيتشن. الكيتشن الناس بتفتكر ان احنا كديزاينرز احنا اللي بنعمل الديزاين بتاعه، لا، في حاجة اسمها كيتشن كونسلتنت بيعمل الديزاين، وفي كمان كيتشن ان اي بي كونسلتنت بيبتدي بقى يمسك الكيتشن ده ويقول يا جماعة الكيتشن ده محتاج اكزهوست وفريش قد ايه، والسيستمز بتاعت الحماية بتاعته هتبقى عاملة ازاي، اللي هو الانسستر اللي هو السيستم الاطفاء الذاتي للهود، في تفاصيل كتيرة بتحصل جوه الكيتشن. احنا كل دورنا ان احنا بنقعد مع الاثنين دول، الكيتشن كونسلتنت والام اي بي، ونقول لهم قولوا لنا طلباتكم ايه عشان نديها لكم كمتراج او كمساحه كاريا. فاحنا مثلا هنا في الاس بيلت لو بصيتوا كان الاس بيلت صغير، فاحنا قلنا له احنا لازم نديكم المينيموم، فدينا لهم سلوت صغير عشان يعملوا الكيتشن بتاعنا. طيب في النهايه قبل ما انهي المحاضره دي، هستاذنكم لو ليكم اسئله تحطوها لي على البيج، وانا هحاول ارد عليها لحد ما اشوف كده لو في اسئله. حابب بس انهي المحاضره دي بطريقه انه احنا اتكلمنا على الابروتش تو ديزاين ريزيدنشال اند كوميرشال ان تيرمز اوف الماتيريالز والديزاين والبرسيستنس بتاع الديزاين، وفكره انه ازاي يبقى عندي ازاي يبقى عندي فكر اقدر اوصل بيه البرودكت لبر الامان، ازاي بعد كده اجهز المشروع، يعني المشروعين دول لما يجوا يتجهزوا للفاين فينيشنجز الموضوع بسيط وسهل على الناس اللي هتيجي تشتغل بعد كده، فكره البلو برينت، فكره الـ فكره الـ 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 ازاي ان انا اقدر اخلي لو عندي مشكله تصميميه مثلا في المحل اللي كنت بحكي لكم عليه ان مساحته صغيره، ازاي ان انا اقدر اوسع المساحات من غير ما العب في الفانكشن اللي جوه، ازاي في البيت بتاع سويسرا وانا بحل الاركيتكتشر بربطها بالنيتشر، ازاي وانا بحل الانتيريور بربطه بالاركيتكتشر، ازاي كل ده لما يتعمل له باكجينج ويتعمل له بلو برينت، ازاي الراجل اللي هيجي يشتغل في السايت يعرف ينفذ من غير اي نوع من انواع المشاكل. دي كانت محاضرتنا السنه دي اللي هي عن الديزاين ستوريز فيرجن 2، زي ما قلت لكم هتلاقوا محاضرات كتيرة جدا أنا كنت عاملها مع استوديو 34 من 2021،
لحد السنه دي، وان شاء الله هننتظركم يوم الخميس الجاي في الكلوجر بارتي. لو في اي اسئله موجوده، انا مش عارف اوصل للجزء بتاع الكومنتس او كده، حسن لو في اي اسئله تمام، لو ما فيش اي مشكله زي كل سنه حطوا لي الاسئله على الفيديو، وانا بعد يوم او يومين هدخل على كل الاسئله اللي انتوا سالتوها وهرد عليها سؤال سؤال، بحيث انه يبقى الموضوع في الاخر مظبوط. طيب في سؤال كده كانت هاجر، اول حاجه ثانك يو يا مريم على الابريشيشن على المحاضره، متشكر لذوقك، يا رب فعلا تكون مفيده ليكي. هاجر ابراهيم بتسال ايه السوفت وير اللي استخدم في الموديلنج والريندرز؟ 3 دي ماكس، 3 دي ماكس فيرجن 2023، يعني ما كانش فيه اكتر من كده استخدمناه، واتعمل بعد كده افتر افكتس عن طريق ادوبي افتر افكتس وشويه فوتوشوب خفيف جدا، انما المين كور بالنسبه لنا كان اوتوكاد 2 دي، وبعد كده وديناه على ال 3 دي ماكس. هانا ثانك يو سو ماتش هانا، يا رب تكون فعلا المحاضره كانت غنيه ليكم. تاني عشان ما يحصلش لخبطه هقفل معاكم دلوقتي، ثانك يو يا مريم نصير سهر، يعني كل الناس الجميله دي. خلاص يا حسن انا وصلت صح الفكري، متشكر ليكي، انا وصلت خلاص للمكان بتاع الفيديو، فانا دلوقتي عارف اقرا لو اي حد حاطط ابريشيشن. فبقول لكم براحتكم خالص، في اي وقت هتسمعوا المحاضره هتحطوا لي الاسئله هرد عليها، ومتشكر ليكم جدا وثانك يو سو ماتش حسن، متشكر ليك جدا، وشكر خاص بقى لاحمد ماهر واحمد مصطفى زي كل سنه، مجهود بشع، ويعني بشع معناها عظيم يعني، بيعملوه وبيحاولوا يجمعونا كلنا، فيا رب كده دايما كل سنة كده نتجمع على خير. احنا بنبقى مبسوطين جدا ان احنا بنشير معاكم التجارب بتاعتنا والاكسبيرينس بتاعتنا، يا رب نكون بس توفقنا السنة دي ان انا اديتكم معلومة جديدة او حاجة جديدة، واشوفكم على خير السنة الجاية ان شاء الله. شكرا يا حسن جدا.